580 أورو، مليون ومئة وستاش ألف ريال، مليون ومئة وستاش ألف ريال الأخوات، مليون ومئة وستاش ألف ريال. غزالي نادو رأيين خويا شي سنسلة في العميزات. كاين سنسلات في العميزات. أختي أمينة مرحبا، أميرة مرحبا أختي، هي دوزي معايا إي بارطاجيو لنا اللايف الأخوات يطلع أكثر. وندوزو العميزات 15800 درهم، 1580 أورو، 1580 أورو. يعني هادو رائعين أخوات اللي بغاتهم تسكرينيهم، هادو زوينين وثمن مناسب. لويزا أختي ما كاينش، أختي ناجح باقي عندك الحاجة لويز؟ لكن شحال لويزا باقية؟ لويزا أخوات كاين 22 لويزا اللي بغاتها غير تواصلي في واتساب ونوريها لك. كاين في المحل الآخر 15800 درهم، 1580 أورو. هذا غزال ورائع، هذا البراسيه زوين. صرت لها أخويا سبعية أخويا، صرت حاليا ما بقاش الأسبوع المقبل إن شاء الله يكون السريت لها. تعليقة خرام، تعليقة خرام أختي، تعليقة خرام. هي تواصلي في واتساب ونشوف لك إن شاء الله. إذا كانت عندي في المحل نوريها لك، ما كانتش تخدم على أختي علاش لا. هاد النبالة أخوات 10500 درهم، مليون و 10000 ريال. قياس ديالها، قياس ديالها 6.4، قياس ديالها 6.4. الثمن ديال لويز عافاك 3300 درهم، ياك الحاجة 3300، 66000 ريال، 330 أورو. لويز الحرة الأخوات 10500 درهم. هذه الأخوات 10500 درهم، مليون و 10000 ريال. هذه مليون و 10000 ريال. غزالة هذه شي حاجة زوينة ومضوبلة من الخلف وصحيحة، حتى الشبكة ديالها شي حاجة صحيحة وغزالة. أخوات دوزو لميزة إن شاء الله قربوا للميتين، باقي 10 للميتين. ناس تاع فيسبوك، ناس تاع انستغرام أخوات بارطاج، دعمونا بالبارطاج وندوزو لكم الأخوات الطنجية عامرة بالميزات وعامرة بحاجة زوينة. ناكلو ولا هانتي اختي ان شاء الله اللي يطلع لك في الرزق ديالك تاخذي ان شاء الله في الميزة. 10500 درهم. اوا عصير الصابون اخوات زينه وخزينه. هنا وصلنا للميزة تاع بصح 6 اخوات، 6 ونص هذا فيه قياس 6 ونص فاد عصير الصابون 6 ونص. غزال ورائع، شي حاجه زوينه، شي حاجه رائعه اخوات. اللويزا هو يعني كاين 5 لويزات حاليا، ها باقي يعني هادو اللي كاينين دابا عندي في المحل. المحل الاخر فيه اكثر. هادو الاخوات 3000، 5 لويز 3300 درهم، 66000 ريال، 330 اورو. لويز حر، شفتوا بكره اللويز الاخوات الحر تيبان لكم على شفتوا في اللون ديالو تيبان بانه 21 كار. اخت حنان مرحبا اختي، تحيه لك. كاين هذا انتما لويزات الاخوات تبارك الله، لويزات زوينين هادو رائعين الاخوات اللي بغاتهم تواصلوا في الواتساب. لويزات حرين زوينين. نبدا لكم بعصير الصبر 14.8 غرام، 14.8 غرام. الثمن ديالو 8650 درهم. هذا الاخوات راه رائع صراحه، عصير الصابون ما تيطرطاش بزاف، يعني شي حاجه زوينه، شي حاجه غزاله. الثمن ديالو 8650 درهم الاخوات. واش تنصحني اخويا بغيت انت اختي باش تخبي فلوسك عصير الصابون ولا الرادكو؟ هادو هما الاخوات الدبالج كاع سرت لا ولا هادو تخبي فيهم فلوسك. هادشي باش ننصحك اختي. ولا ميزات، ولا ميزات واللويز اللي عند الحاجه راه كاين لويزات زوينين، حتى هما تخبي فيهم فلوسك. ملي خسرت الفلوس جبتي الميزات، لويزات ولا الميزات اختي، راه كل مره ورزقو كون نهار واش كاين اختي. الله يسر. شكرا لك اختي حنان، تحيه لك. الثمن ديال هاد الاخوات 8650 درهم، 8650 درهم. تقريبا الاخوات 177، 173 الف ريال، 173 الف ريال. الله يبارك وزيد. شكرا لك اختي حنان، شكرا لك اختي، تبارك الله عليكم الاخوات. شكرا على الكومونتير الرائعين صراحه، تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم الاخوات، ديما تدعمونا وتتبارطاجيو. شكرا لكم بزاف بزاف الاخوات. الثمن ديال هذا 8650 درهم، 865 اورو. عصير الصابون غزال 14.80 غرام. كاين هذه النقشه وكاين هذه، كاين جوج زواقات، كاين هذه
وكاين هادي. المهم شوفوا نتوما اللي تعجبكم. هادي الدوره هادي طاي 6 ونص وكاينه ديال الاخوات قياس 6 فاصل 6 هادي قياس 6 دوزنا الميزات ها طلعوا 200 اخوات راه زدنا 162 ناس تاع فيسبوك ورينا راتكو بليز انا ان شاء الله نوري لك اختي غير بقاي معايا الميزات كاع بيتو الميزات اخوات كاع بيتو الطنجيه واخا غير بقاو الاخوات معايا ندوز هادو راه هادي عصير الصابون زينه وخزينه هي باش تبقاو معايا زينه وخزينه شي حاجه زوونه وندوزو الميزات انا ندوزهم دابا دابا الاخوات ما غاديش نزيد ولو اختي كل اخر غير طلعوا اللايف طلعوا اللايف الاخوات اكثر وندوزو ان شاء الله الميزات 13 غرام فاصله 87 الثمن ديال هذه الاخوات 8150 درهم 8150 درهم قياس 6 مليون عفوا اخوات 163000 ريال 163000 ريال لعبتوا لي ميزه الاخوات الله يكبر بك اختي شكرا لكم بزاف الاخوات باش نذكركم كاين معرض ان شاء الله اخر الشهر ربع ايام تكون فيه ان شاء الله بيجي في راس السنه ان شاء الله يعني فيه 26 27 28 29 30 يعني ربع ايام ان شاء الله معروضين كلكم كلكم الاخوات ان شاء الله نقدم لكم الحلويات واللي بغيتوا الاخوات والطنجيه حتى هي غتكون حاضره معنا في المعرض الاخوات اي واحد جا عندنا مرحبا والف مرحبا ان شاء الله يكون معرض دولي اللي يكون فيه الاحجار الكريمه ويكون فيه الذهب والاخوات ان شاء الله ندير لكم عرض في المعرض خاص بالمعرض ان شاء الله اللي يكونوا مشتركين كثار تكون حجانيه الام ديالي ويكون يكون الناس كثار في المعرض بائع الذهب الناس اللي مشهورين في الذهب اخواتي الله بين كل شيء تجمع وتكون ان شاء الله بينكم حتى نتوما تجيو تستافدوا الناس تاع مراكش والناس تاع المدن الاخرى والجاليه تاع هما اللي مالا بينكم كلكم تجيو ان شاء الله باذن الله غادي نحاول نبارطاجي معكم البلاصه فين ونبارطاجي معكم فين غيكون ان شاء الله هذا المعرض هذا باش تجيو ان شاء الله تشرفونا قبل المزار ان شاء الله لكن حاجه فين اش مبطل المهم الاخوات انا نعطيكم لي ديتاي بالتفصيل يعني باقي ان شاء الله ما عرفناش يعني ان شاء الله نحاول نعطيكم بارطاجي معكم الستوري وغنشوف غنشوف فين البلاصه يكون وغادي نقرروا ان شاء الله فين غيكون المقر ديال لوطيل غيكون في واحد لوطيل اللي اسم ديالها شيما سميت لوطيل بلازا المهم بلازا شي حاجه المهم حال بالم بلازا بالم بلازا اخوات قرب المزار يعني اخوات الناس يعرفوه خويا بلوكا ديال الواتساب كاين شي طلا الفيس اختي تبلوكا ليك الواتساب ديري واتساب اخر اختي خديجه ديري واتساب اخر وتواصلي معايا فيه جيت اختي 16 غرام اي بي اختي تواصلي في واتساب اي بي تواصلي في واتساب وان شاء الله نشوف لك الا كاينه انا ان شاء الله نشوف لك هادي دويا اي بي نشوف لك هادي شحال فيها غرام دابا ما نخليكش تمشي بلا خاطر وريني رادكو هادي اختي فيها 8 غرام فاصله 9 16 غرام نشوف لك نحاول نشوف لك 16 غرام واش كاينه غير توصل معايا في واتساب ونشوف لك هادي فيها 8 غرام فاصله 7 الا بغيتي هادي كاينه هادي زويونه حتى هي بقاو الاخوات في عصير الصابون هذا الاخوات 166 ريال هذا غزال صراحه صحيح وعملي زينه وخزينه وتلبسيه ديما يعني شي حاجه دقيقه وعمليه يعني كاين عندنا البراسي الاخوات هذا طاي صغيرة الناس تاع الدرة صغيرة تما تلقايش قياس كاع القياس ديالك في حاجة زوونة خمسة ونص هذا في لاطاي ديال هذا الاخوات خمسة ونص وعرض علينا واخا اخوات كلكم معروضين ان شاء الله كلشي معروض الناس كاع اللي تتبعونا والناس اللي يلاه جاو التحقوا بينا كلكم معروضين ان شاء الله المعرض ان شاء الله بينكم تجيو تشرفونا جيو شرفونا ان شاء الله بينكم ان شاء الله كلشي والله العظيم الاخوات اللي بالفرحات وتشرفونا ان شاء الله الناس تاع مراكش ولا المدن الاخرى ولا الجاليه المغربيه مراكش راه تيحبوا كل شيء في راس السنه يعني الناس راه غادي يجيو من كل مدينه وكل ها بالنسبه للاخوات يعني لوطيل ان شاء الله راه يكون لوطيل رائع ان شاء الله تجيو غادي تستافدوا من الاش ان شاء الله الناس اللي بينزلوا في لوطيل راه لوطيل غادي نعطيكم الليان ديالو 5 ايطوار يعني الحاجه كتكون يعني لوطيل رائع حاجه اللي ان شاء الله هي اللي بغات تنظم هذا ان شاء الله هي اللي بغات تنظم المحلات كلهم بغات تنظم هذا المعرض هذا ان شاء الله تكونوا ان شاء الله من المحظوظين ان شاء الله تكونوا بالميزات غيكونوا ميزات فيه غيكون فيه القديم غيكون فيه الجديد غيكون فيه شي حاجه زمانيه غيكون فيه منظمات زمانيين غيكون شي حاجه زوونه ان شاء الله خلوا مفاجاه الاخوات ما نحرقوهاش وان شاء الله بينكم تحضروا معنا وتكونوا معنا ان شاء الله في هذا المعرض هذا الله يكمل بخير شكرا لك اختي هند تحيه لك اخوات هذا براسي هذا غزال ورائع شي حاجه زوونه فيه 18 غرام فاصله 8 الثمن ديالو 12250 درهم 12250 درهم هذا
هادي اي بي 8 غرام اختي ياسمين هي تواصل في واتساب لبيتي 8 غرام خليها لك 8 غرام عبر عليك اختي نقول شحال الثمن ديالها الثمن ديالها 5050 درهم هذيك اختي الله يستر شكرا لك اختي خديجه شكرا للدعوات ديالكم الاخوات الله يستر لينا وليكم نتوما الاخوات جمعوا في المخده وجيو ان شاء الله في المعرض ان شاء الله يكونوا ميزات يكونوا اثمنه زوينه ان شاء الله بينكم تكونوا من المحظوظين يكون لايف من المعرض اخوات الناس اللي جاليه المغربيه يكون لايف زوين يكون ديروا لكم لايف مباشر وندير لكم كاع ان شاء الله فيه السلعه ونقدموا لكم الناس اللي بعاد علينا والناس اللي معانا اللي بيجي مرحبا به اش عندكم صويري كاين اختي الصويري كاين انا ندوزو لك الثمن ديال هاد الاخوات مليون عفوا اخوات هذا فيه 18 غرام فاصلة 8 19 غرام فاصلة 8 عفوا 19 غرام فاصلة 8 الثمن ديالو 12250 درهم 12250 درهم قياس 5 اونص الاخوات غندوزو لميزات يبقاو معنا الاخوات ندوزو لميزه ان شاء الله كاين هاد الرويال غزاله بقات شي سلعه قليله وندوز لميزات ان شاء الله باذن الله هاد الرويال غزاله زوينه هادي الاخوات راه الرويال اللي معروفه ومطلوبه كاين عندي كولي ديالها وعندي حتى الكورميت ديالها نعطيكم الكورميت الثمن ديالها 9100 درهم 9100 درهم 182 الف ريال 182 الف ريال هادي رائعه الاخوات 182 الف ريال ندوزو لميزات بغيتو لميزات الاخوات انا ندوز لكم دابا لميزات يلاه وجدوا راسك وجدوا المخده الاخوات ما تخبيش حاجه في الخده ايش بها مخدات الاخوات مخدات تبارك الله الاخوات راه الناس تبارك الله تي زينه وخزينه الميزات ان شاء الله تكونوا من المحظوظين تبارك الرحمن انتم الاخوات كاين ميزات غزالي اليوم نبدا لكم باول ارتيكل فم القله نبداو فم القله عندي فيهم تقريبا جوج دباج فم القله كاين هذا كاين هذا هادو كاع زمانيين هادو شي حاجه زمانيه وشي حاجه قديمه هذا اخوات من يعني من القاع الخابيه كي تنقولوا هادو جبتو من القاع الخابيه زمانيين شي حاجه قديمه وزمانيه قياس خوات ما بقاش يقول لي شي واحد خلي لي يعني هادو سيفت لافون صار نعطيكم القياس نعطيكم كلشي لان تيقول شي واحد خلي لي وتكون كليان وتيحرموا واحد اخر منه اللي بغى يسيفت لافونس يسيفت افونس ولا يسيفت ولا يدير ولا يحاول يجي لها المحل ولا يقول خلي لي باش ما نحاولش نحرم الناس منها يعني كاين بعض السلعه اللي تنحرم واحد منها وتقول بغيتها ولكن تيحاول يتراجع عليها حاولوا الاخوات باش نكونوا واضحين معكم اللي بياخذ راه تيجي تعطينا الفلوس تنقول ليه بسم الله توكل على الله ما غاديش نحرم واحد من واحد يعني كلكم بحال كلكم عزاز عليا كلكم غنبغي لكم الخير يعني كيف هذا يعني غنحاول ندير واحد القضيه اللي غنديها دابا كي قلت الاخت شيماء يعني غنحاول نكتب سميه بحال دابا هذا الارتيكل هذا فيه واحد غنكتب سميتك انت الاولى اللي طلباتو الاولى صيفطات لافونس يعني صيفطاتو ما صيفطوش غنحاول ندوز الاخرى الثانيه اللي طلباتو ولا الثالثه ولا الرابعه المهم اللي طلبوا غادي نحاول نقيد النمره ديالو اللي كان في الرزق ديالي هو اللي ياخذ 6 اونص فلاطي هذا الاخوات تاع فم القله غزال هذا في الميزات فم القله قديم وزماني 6 اونص هذا زماني هذا تقريبا راه عنده واحد 30 سنه 20 غرام فاصله 6 20 غرام فاصله 6 اخوات الثمن ديالو 11350 درهم يا سلام 11350 درهم الاخوات قياس 6 اونص 6 اونص الاخوات 11350 درهم 1135 اورو 1135 اورو زماني هذا شي حاجه زوينه زينه وخزينه سلام خويا ورينا خوات من داع ليبرا يكون غليظ اختي بقى معايا دابا دزت الميزات هي بقى ندوز الميزات وان شاء الله الا بقينا الوقت نمشيو جديد لي مالا 11350 درهم مليون مليون و 26 مليون و 27000 ريال مليون و 27000 ريال هذا الاخوات ندوزو الموديل الاخر اللي هو هذا هذا فم القله زارين هادو الاخوات زمانيين هادو راه تبارك الله قدام قدام 6 قياس 6 هاد الاخوات طي 6 اللي في طي صغيره خوات كي تنعمر لكم العبار باش الناس اللي ما تيعرفوش يعبروا حيت كي تقول لك خلي لي هاد الحاجه وهي ما في قياسهاش هانتي عبري من الوسط من الوسط بليش هانتي تبليش تعبري من الوسط براسي تا من الوسط من القفل للسده حنا نعطيك شي براسي بحال دابا هذا هذا هو تعبري من لهنا لهنا
من هنا من البلاصه ملي تيتي تحل هذا البلاصه ملي تيتي تحل البلاصه ملي تسدها دابا العبار الاخوات كيفاش تعبر تقول لي 6 5 ونص نعطيك العبار ديالك لا في الدبليج من الوسط تعبر من الوسط ديالو تعطيني العبار بحال دابا هذا قياس 6 الاخوات باش كلشي يحاول ياخذ لي في قياسه 19 غرام فاصله 14 ثمن ديالو 10500 درهم مليون و 10000 ريال 10500 درهم مليون و 10000 ريال الاخوات 1050 اورو تقريبا 1050 اورو هذا غزال ورائع 1050 اورو الاخوات بارطاجيو باش كلشي يستافد لانه ميزات غزالي اليوم ان شاء الله 11 10500 درهم مليون و 10000 ريال هذا زوون ورائع شي حاجه غزاله زينه وخزينه عندي واحد جوج بال الصويري خوات راه رائع باقي جداد هذا قياس